المغربي، كذلك نعطي الكلمه للفرع ديال مشرع بالقصيري ديال الحزب الشراكي الموحد اللي التواجد ديالو يعطي الكلمه ديالو. مشكور. تحيه نضاليه للساكنه ديال سيدي سليمان، تحيه للفرع ديال سيدي سليمان ديال الحزب. تحيه نضاليه للفرع ديال الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان، تحيه للساكنه ديال سيدي سليمان على الوقفه ديالها هذه، هذه الوقفه اللي كتجي تضامنا مع منع الامينه العامه للحزب الرفيقه نبيله منيب من دخول البرلمان، وهي المنتخبه شعبيا والممثله للامه والدستور المغربي والقوانين اللي كتخضع عليها الدولة المغربية، هي كتعطيها الحق انها تدخل المؤسسة البرلمانية بصفتها كممثلة للشعب المغربي، فالمنع ديالها كنعتبروه هو منع غير دستوري وغير قانوني، وكنحيي الرفاق ديال الاشتراكي الموحد في سيدي سليمان، وكذلك الرفاق ديال الفرع ديال الحزب الاشتراكي الموحد بمشرع بالقصيري الذين لبوا النداء لحضور هذه الوقفة، وهذه الوقفة كذلك هي تنديدية للوضع المزري الذي أصبحت تعيشه البلاد أكملها، مع الغلاء ديال الأسعار، مع البطالة، مع المجموعة ديال كما قلت غلاء الأسعار، ارتفاع ديال نسبة البطالة، ارتفاع ديال الفقر ودائرة الفقر والتهميش، فهذا كله فهذا الشيء كامل كيندرج في إطار الاهتمامات ديال الحزب الاشتراكي الموحد في جميع الفروع، والفرع ديال سيدي سليمان هو جزء من الحزب الاشتراكي الموحد، فالحزب الاشتراكي الموحد هو حزب جماهيري والحزب ديال الجماهير الشعبية والصوت ديال الجماهير الشعبية، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يعتمده رئيس البرلمان اللي هو أكبر فاسد وأكبر مفسد، اللي كيتاخذ قرار بمنع الأمينة العامة من دخول البرلمان، فنطالب من هذا المنبر بأن أيام قليلة القادمة نسمع أخبار بأنه تم السماح للرفيقة الأمينة العامة نبيلة منيب بدخول البرلمان وإسماع صوت الجماهير الشعبية التي تمثلها داخل البرلمان، وتحية نضالية. شكرا على الكلمة. دابا رئيس الفرع في المزاد العلني وخلنا شكل الفلوس وخلى الشام تعاني وفلسطين تقاوم رجعية تساوم الرجعية تساوم الشعب يريد إسقاط التطبيع الرشوة.
الرشوة 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 طلعتونا رشوة طلعتونا رشوة هذا مغرب رشوة هذا مغرب رشوة فين ما مشيتي رشوة فين ما مشيتي رشوة بغيتي تخدم رشوة بغيتي تقرا رشوة بغيتي تداوى رشوة في الانتخابات رشوة في البرلمان رشوة في المجالس رشوة في القيادات رشوة عند القطارات رشوة عند البوليس رشوة عند الدارات رشوة 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 الكلمة دابا رئيس الفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم وعضو اللجنة الإدارية ديال الجمعية المغربية الرفيق العيساوي. أولا تحية للحضور الحاضرات كل تضامن مع الرفيق منير. الجماهير الشعبية بعدا خصها تعرف شكون هي الرفيقة منير. الرفيقة منير هي واحد الصوت اللي هو حر كيدافع على الطبقة الكادحة وكيدافع على الشعب ضد الغلاء وكيدافع وكيطالب بالعيش الكريم للمواطنين كاملين، يعني واحد الصوت اللي هو صوت حر، يعني لذلك يتم منعها من ولاد قبة البرلمان. ما باغينهاش تدخل البرلمان باش تندد بهذا الغلاء الأسعار، باش تفضح الشفارة، باش تفضح المفسدين، هذا هو المنع. راه المغرب راه شكل استثناء في دول العالم كامل، ما كاينش شي دولة في العالم اللي من عادش برلماني ما يدخلش البرلمان باسم ما عندوش جواز ديال التلقيح. ولا رجعنا جواز ديال التلقيح هو اصلا يعني غير دستوري، يعني القبة التشريعية اللي هي البرلمان هي اللي خصها تقول لنا بان تفرض بجواز التلقيح. جواز التلقيح بلاغ ديال الحكومة، وهذاك البلاغ ديال الحكومة اصلا ما عندوش واحد، ما كاينش، غير موجود هذا البلاغ الحكومي غير موجود. فين هو البرلمان اللي خصو يشرع؟ ما عندناش، ما كاينش. فين الحملات اللي كانت الفلوس اللي كتخسر على الانتخابات باش البرلمان يشرع؟ هذا البلاغ ديال الحكومه، هذا البلاغ الحكومي ما كاينش اصلا اللي كيمنع شي مواطن ولا شي برلماني من دخول البرلمان. الرفيقه منير برلمانيه، الصوت الحر، الصوت اللي كيدافع على الكادحين وكيدافع على الكادحات والشباب والشابات ضد الغلاء ومع العيش الكريم لكل المواطنين، لذلك يتم منعها من ولوج قبة البرلمان لكي لا يسمع صوتها داخل البرلمان. هذه نقطة بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. بالنسبة لهذا الفرد ديال جواز التلقيح اللي هو غير دستوري، يعني 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 ما كاينش حاجة سميتها جواز التلقيح، يعني التلقيح ماشي إجباري، إذا الجواز إجباري والتلقيح ماشي إجباري ما يمكنش. الجمعية خدات واحد المبادرة، دارت رفعت القضية للمحكمة، كنتسناو الحكم ديال النقد باقي ما خرجش، إذا بأن يعني الفرض ديال الجواز يعني راه هو غير شرعي، وبأنه كنفهموا من هذا الفرض هذا، والمنع ديال الرفيقة مولي بدخول البرلمان هو عنده دلالة وحدة، هو منع الرفيقة من إيصال الصوت ديالها داخل قبة البرلمان للشعب، ظل هذه الظروف اللي كاينة دابا ديال غلاء الأسعار، واستبداد الفساد والإمتداد ديالو. الرفيقة منير ما خصهاش تدخل البرلمان، مش ما يسمعوش الكادحين والكادحات الصوت ديالها داخل البرلمان، ومش ما تفضحهمش. وتحية للرفاق سيدي سليمان. وراكم جوعتوا البلاد، فين ما مشيتي فين ما مشيتي بغيتي تقرا الرشوة، بغيتي تخدم الرشوة، بغيتي تداوى الرشوة، بغيتي تقرا الرشوة، بغيتي تخدم الرشوة، رشوة 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 هذا مغرب رشوة هذا مغرب رشوة فين ما مشيتي رشوة فين ما مشيتي رشوة بغيتي تخدم رشوة بغيتي تقرا رشوة بغيتي تداوى رشوة في الانتخابات رشوة في البرلمان رشوة في المجالس رشوة
القيادات الرسوة عند المطارات الرسوة عند المولات الرسوة عند الدارات الرسوة 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 هذا المغرب الرسوة حرية كرامة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.